19/10/2022، تتذكروا هيدا التاريخ يا قليلين الضمير؟ تعالوا أنا بدي أذكركم. 19/10/2022 بيشبه 14/شباط 2005 اللي أنتم ما بتتذكروه إلا ب14 شباط ومرة بعيد ميلاد ومرتين بس لتبيضوا وتقولوا إنكم أنتم من الناس المحبة، أوريدي إنكم أنتم بعتوا القضية وبعتوا الشهيد وما حدا منكم بيتذكر الشهداء. 19/10/2022 بمثل هيدا النهار بس ب2012 تم اغتيال الرمز العسكري الكبير، الأسطورة الكبير، القوي اللي كان مصدر قوتنا، سيدة اللواء الشهيد الأسطورة وسام الحسن. مني لروحك الطاهرة 10452 ألف رحمة لروحك اللي مرفرف حوالي من 12 سنة، لدمك اللي عم بينقط بقلبي من 12 سنة لحد هلأ ما برد، بخبرك انه قلبي بعده لابس لحد هلأ تو بالحداد وحيضلوا قلبي لابس تو بالحداد من هلأ لروح لعندك. اللواء الشهيد وسام الحسن الله يرحمك، قديش كنت مصدر قوة لإلي لما كنت انت حدي، وقديش هلأ ناقصني قوة لأقدر اتغلب على التحدي، بس ما تخاف علي، حولت لك فرع قلبي الى شعبة معلومات. ايه ما بينخاف علي، كنت لك ما بدي انزل على ذكرى 14 شباط ببرد، كنت تقلي شمس 14 اذار ما بتبرد بوجودك ما بتعتم، شمس 14 اذار اليوم بدها تنحجب يا سيادة اللواء الشهيد وسام الحسن. شو خسرنا كتير لما رحت وتركتنا ايها اللواء الشهيد وسام الحسن الله يرحمك. رسالة مني لروحك الطاهرة، حأحكي عن نفسي مش حأحكي عن حدا، بذكرى الشهيد اللواء الشهيد وسام الحسن. خبر الرئيس الشهيد المظلوم الله يرحمه رفيق الحريري انه لبنان اندفن بضريحك من 14 شباط 2005، لبنان من بعدك مات، لبنان من بعد رفيق الحريري الله يرحمه ما بقى لبنان، ما بقى في شيء اسمه لبنان، نحن محاصرين اقتصاديا، حتى العسكري صار يبكي بغيابك اللواء الشهيد وسام الحسن، بغياب الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، حتى العسكري صار بيوقف بطوبير الذل بينطر كل نهار مثله مثل اي حدا لياخذ ربطة الخبز على بيته، بغيابك صار العسكري كتير مزلول اللواء الشهيد وسام الحسن. نعم ما بحياتي بعد لحد هلا من وقت استشهاد وسام الحسن الله يرحمه شفتكم فتحتوا الجارور ورقيتوا عسكري، مش من حقي اتدخل، ما بدي اتدخل، انا مواطنه لبنانيه وبدي اتدخل، هيدا شهيد بيوم من الايام انا حملت تابوته على ايدي، فهمتوا ولا لا؟ ارحموا العسكر، ارحموا، ما بدكم ترحموا المواطن اللبناني، ارحموا اولاده للواء الشهيد الله يرحمه وسام الحسن، مش هيك تركت لكم وسام الحسن امانه بغيابه. انا بدي اقول لك صح نحن خسرناك بس قلبك من جوا هو مصدر قوه، رح يبقى مصدر قوه لإلي، ما تخيل قديش انا بحبك، بس قل له للشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، كنا ناطرين العداله من عند السما، ناطرين المحكمه الدوليه تطلع، مع الاسف هونيك ناس فضلوا مصالحهم وصفقاتهم وباعوا المحكمه الدوليه وباعوا دمك ودم بي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نعم دم شهداء 14 اذار انباع انباع بالمزاد العلني بس كرمال كراسيكم الوسخه. الله لا يسامحكم بدم الشهداء، كنت عم بتمنى اشوف شمس الحقيقه عم تشرق لاعرف مين اغتال الشهيد اللواء وسام الحسن الله يرحمه، بس انت قلت لي، قلت لي اللي اغتال الشهيد رفيق الحريري حيجي يغتالني بيوم من الايام، نعم المجرم السفاح القرابي الدكتاتوري المجرم بشار الاسد، وانا بدي خبرك هيدا اللي اغتالك بيوم من الايام رح تنغرس بقلبه مخالب صقر، ورح يصير عقاب شعبة المعلومات كبير على اعدائك واللي اغتالوك، بقي بالمؤسسة العسكرية وبقي بالمواطنين الوفاية لقضية الشهيد اللواء وسام الحسن شخص واحد ربينا وبعده مربينا على الوفا، هو سيادة اللواء الشريف أشرف ريفي، احترامي سيادة اللواء الشريف أشرف ريفي صاحب الأيادي النظيفة يلي علق وسامينا من الشرف على خصون الأرزات يلي حول الفرع إلى شعبة المعلومات، مع الأسف نرد الوفا لإله بالغدر بس اللواء أشرف ريفي قوي. اللواء الشهيد وسام الحسن شو بدي أقول لك؟ بيخلص الكلام عن دمك، خلصت الحقيقة عن دمك، أنا بس بدي أقول لك سلم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقول له الله يرحمكم، إلى اللقاء حبيبي قريبا إن شاء الله.